بسم الله الرحمن الرحيم. الخدام بتاع الثورة عبد الناصر الجلفي. أنا بتكلم بقلبي وليس بتفكير ولا بتحضير كلام. أنا فرحان جوي 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 لوجود شباب اسكندرية وصوار اسكندرية في وسطونا هنا. زودتونا حماس على حماسنا. تمام؟ والإسماعيلية وكمان معانا ناس السويس معانا على طول بالتليفونات. أرجو إنكم أنتم تسمعونا عشان الكلام ده طالع من القلب بحج وحجيك. في رد على الأستاذ أشرف لما قال إن المجلس الأعلى بالثلاث أسئلة اللي أنت قلت عليهم. هو المجلس العسكري متعمد إن هو ما ينفذش الطلبات. لأن إحنا بنشبهها إن هي إلا إن هو أمانة عنده وهو خان الأمانة ولكن مش عايز يورينا الأمانة دي ولا يقول لنا إن هو خانها بالرغم إن هو جات له الفرصة مرة واثنين وثلاثة إنه يدخل التاريخ ويكون نظيف. رفض هذه الفرصة بإخفائه الأمانة وعمل ما عملش حساب ربنا وعمل حساب عبد من عباد ربنا هو عبد ليه. تمام؟ بقيادة المشير المجلس الأعلى العسكري نفذ هذا الكلام لإطاعته وعبوديته للأستاذ الرئيس المخلوع اللي ما عندوش دم. أما بالنسبة للقوة الصامتة فالقوة الصامتة أغلبها في الصعيد. تمام؟ القوة الصامتة أغلبها في الصعيد. والقوة الصامتة دي اللي هي أغلبها في الصعيد اللي احنا نوهنا عليها قبل كده في بيانات وفي كلمات كنت بقولها لأولاد الصغيرين إياكم والحرفيش. الحرفيش دولت مش اللي هم ثورة الجياع، لا، الحرفيش اللي هم بيشتغلوا وفلوسهم بتروح على الفاضي تحت بند الره والكاف وهي ألا وهي الرشوة والكوسة. ما بيحصلوش على حقهم ومع ذلك صابرين ودولت أهل الصعيد ككل. تمام؟ هي دي القوة الصامتة اللي بحج وحجيك. ولكن هم باجي لهم حاجات بسيطة لأن في رسالة جات لنا من الجدة من عندنا من أسوان والجدة دي بتعتبر مصر اللي احنا كلنا بنطلع بنطيع أمرها وبنحافظ عليها. فهي ست كبيرة في السن وليها حكمتها قالت لأحد أولاد العم لما سافروا قالت له يا ابني انتوا عاملين حاجة كويسة وبتوقفوا كويسين بس كل اللي بيظهروا على التلفزيون مش انتوا، هو انتوا ما عملتوش حاجة؟ على الإنسان انه يفهم معنى الكلمة دي من الجدة. تمام؟ ودي بداية الخير اللي جاية من الصعيد. تمام؟ أما بالنسبة للأخ عزت اللي هو الصديق والحبيب ليا فهو أشار بالنسبة للإضراب. الإضراب ده احنا نزلناه في جريدة الجمهورية الأسبوع اللي فات وأشرت لأن أنا مقيم هنا أنا وأسرتي من بداية الثورة. تمام؟ أشرت أني هنعمل إضراب جماعي وبعد الإضراب العصيان على كل ما هو قائم على إدارة شؤون البلاد. ومعنى العصيان اللي احنا بنتكلم عنه ليس تخريب ولكن هو إضراب عن العمل بكل وسائل الهيئات الحكومية اللي موجودة عندنا هنا في مصر لأن احنا أذكى منهم وبنفهم عنهم وهم طالعين مننا بس هم للأسف عاملونا على ان احنا تمام عاملونا على ان احنا ما بنفهمش وفعلا هم كانوا بيعاملونا وكانوا مقيضنا بلجام عشان خاطر ضيق الوقت عشان اخواتنا اللي جم وشرفونا من اسكندرية هنعلن على تشكيل التشكيل بس فهذا الامر ما يخصنيش انا هو يخص الكبير بتاعنا اللي هو الاستاذ عبد الفضيل هو اللي يتقدم بهذا الاعلان. فضل